بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد وهو في كتاب النكاح، نود أن نحيي أحبتنا الذين حضروا هذه الليلة، وأقول تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر وأجزل لكم المثوبة. يسأل كثير من الأحباب، يقول: أتيت للعمرة وطفت وسعيت وحلقت أو قصرت، ماذا بقي؟ نقول: العمرة انتهت، وإنما عند سفرك تطوف طواف الوداع. يقول: ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن أفعلها؟ نقول: الأعمال كثيرة، منها قراءة القرآن، ومنها الاستغفار والتحميد والتهليل، ومنها الدعاء، تدعو الله عز وجل. وأفضل عمل كما يقول العلماء، أفضل عمل للأفقي، والأفقي هو الذي جاء للعمرة ويريد أن يغادر بعد أيام قليلة، أفضل عمل بالنسبة له الإكثار من الطواف، بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه من المعتمرين، فهو أفضل الأعمال. يقول: السعي. نقول: السعي لا يتكرر، السعي لا يتعبد بتكراره، وإنما سعي واحد للعمرة وسعي واحد للحج 7 أشواط. لكن الطواف لو كل يوم طاف الإنسان 10 أشواط فهو مأجور إن شاء الله. ونقول للأحبة إن الطواف أيا كان لا بد أن يكون 7 أشواط. يقول أحدهم: لو طفت شوطين ثم أقيمت الصلاة، لو طفت 3 ثم حضر الجنازة، لو طفت 4 ورأيت الخروج. نقول: لا، أي طواف سواء كان ركنا أو واجبا أو مسنون، أي طواف لا بد أن يكون 7 أشواط. وإذا تيسر للإنسان بعد الطواف أن يصلي 2 ركعتين في خلف مقام إبراهيم فحسن، أو في أي مكان من الحرم، أو بعد أن يذهب إلى الفندق يصليها هناك، فهذا كله جائز. وإنما الإنسان عليه أن يتضرع إلى الله بالدعاء، وأن يلح في المسألة، وأن يلح في المسألة، فالله يحب من عباده التضرع، ويحب من عباده الإلحاح فيما يعود عليهم بالخير والفائدة. هنا سؤال أيها الأحباب، يقول أحد إخوتنا بأنه جاء إلى مكة ومر بالميقات، سواء كان مر بيلملم إذا كان من طريق الجنوب، أو مر بذي الحليفة إذا كان من المدينة، أو من قرن المنازل إذا جاء من طريق الطائف أو غيره، أحرم من هناك، ويقول: معي أسرتي، وكان معنا من بناتنا من حصل أن جاءتها الدورة الشهرية، ما الأعمال؟ نقول: عليها أن تتريث، هي عقدت النية معكم. يقول: بعد أن تطهر هل يلزم أن تذهب إلى الميقات؟ نقول: لا، بعد أن تطهر
هل يلزم أن تذهب إلى التنعيم؟ نقول لا. إذن ما العمل؟ نقول هي باقية على إحرامها، باقية على إحرامها، فإذا انقطع العذر واغتسلت تأتي للحرم وتطوف كغيرها، وبذلك تنتهي العمرة. هذه أيها الأحباب بعض الأسئلة التي تتكرر من أحبتنا، وهي تتعلق بأفعال العمرة. ويحسن للإنسان كما أشرت أن يكثر من الطواف بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه. والطواف ليس له وقت محدد، يمكن أن يطوف صباحا، ويمكن أن يفعل ذلك مساء، ويمكن أن يفعل ذلك في أول الليل أو آخره أو أي وقت فيطوف. والطواف كما قلت سبعة أشواط، وإذا انتهى صلى عند خلف المقام أو في أي مكان من الحرم أو بعد عودته. عندنا الآن لو جلس هنا يعني وجلس يقرأ بعد صلاة العصر وبدا له أن يصلي ركعتين، نقول لا، هذا وقت النهي. ولو جلس بعد الفجر وبدا له بعد صلاة الفجر بربع ساعة أو أكثر يعني قبل شروق الشمس أراد أن يصلي ركعتين، نقول لا، هذا وقت نهي من الأوقات المنهية عنها. لو جلس بعد العصر كما قلت فلا يكون إلا بعد غروب الشمس. لكن الطواف إذا طاف يمكنه أن يصلي ركعتين في أي وقت من ليل أو نهار. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يعني يمكن للإنسان أن يطوف بعد العصر، ويمكن أن يطوف بعد صلاة الفجر، ويمكن في أي وقت، وإذا طاف صلى ركعتين سنة الطواف، لأنها تعتبر من ذوات الأسباب. هذه أيها الأحباب يعني فرصة تهيأت فنحمد الله عليها، فحاولوا أن تستغلوا الوقت في العمل الصالح، لأنه هو الذي يرفع. والله يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفعه، فالله عز وجل يرفع العمل إذا كان صالحا. وأنت في هذا المكان الطاهر في هذه البقعة المباركة أتيت من مكان بعيد وبذلت قصار الجهد ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، أبشر بالخير، وإنما عليك بالإخلاص، بإخلاص النية، فإن الله يقبل العمل إذا توفر فيه شرطين. إذا توفر في العمل من الشروط اثنين، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. أن يكون خالصا لله لا رياء ولا سمعة، لا لأجل أن يقول فلان اعتمر، فلان طاف، فلان بذل، فلان أعطى، لا. وأن يكون صوابا يعني وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ووفق توجيهاته، لأن هذا هو الأساس في قبول العمل. أيها الإخوة الأعزاء، بعد إكمال درسنا في كتاب النكاح نتناقش في الأسئلة، إذا كان هناك أسئلة نستفيد منها جميعا. وقراءتنا في كتاب النكاح، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. الصحيح نستبعد الفاسد، والصحيح أيضا نستبعد الباطل، لأن عندنا نكاح يسمى بالنكاح الفاسد وآخر يسمى بالنكاح الباطل وثالث يسمى بالنكاح الصحيح. الصحيح ما توفرت فيه الشروط والأركان، والفاسد ما اختل ركنه، والباطل
الفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. والشروط ثلاثة لا بد من توفرها، وهي التعيين: ابنتي ليلى، ابنك محمد، ابنتي فاطمة، ابنك علي. يعني نحدد نعين. أما زوجتك ابنتي، أنا عندي 4 بنات 5 بنات، الكبرى ولا الصغرى ولا الوسطى، لازم أحددها. إلا إذا ما عنده غيرها عاد هذا شيء ثاني. التعيين والرضا ما في إكراه، والشهادة ويستشهد العدول، والولي. وقراءتنا اليوم في الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في الولي. الولي لا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون ذكرا، كما فصل ذلك علماؤنا عليهم رحمة الله. المرأة عندها صلاحيات كبيرة في البيع وفي الشراء، يعني تقدر تبيع المزرعة كما قلنا، وتقدر تبيع الأبراج، وتقدر تتعامل مع أي مؤسسة أو شركة أو كذا ما دامت امرأة عاقلة. لكن ما تقدر تزوج نفسها، ولا تزوج بناته، ولا أخواته، ولا تزوج أحدا، وإنما الذي يزوج هو الولي. والولي لا بد أن يكون ذكرا، فلا يصح أن تكون المرأة ولية، لأنها كما قال عمر رضي الله عنه: المرأة تخدع على أمرها، المرأة تخدع على أمرها. فقد تستحسن شيئا يعني تستهويه وهو غير صحيح، لكن إذا كان هناك رجل فهو الذي يطلب الخير لها وينشد ما فيه صلاحها وراحة بالها واطمئنان خاطرها، فلا بد من الرجل. طيب إذا ما عندها ولي ما العمل؟ نقول إذا ما عندها ولي، الحاكم ولي من لا ولي له، تذهب للمحكمة، والقاضي هو الذي يتولى عقد قرانها، عقد قرانها. وقلنا بأن الأولى بالولاية هو الأب، وذلك لشفقته، ثم الجد لأبوته أيضا، ثم الابن وابن الابن والإخوة، على حسب الترتيب التي ذكره أهل العلم في الولاية. أول الأب. لكن لو أرادت المرأة أن تتزوج وذهبت وطلبت من الأب ورفض، ما العمل؟ نستدعي الأب وننصحه ونقول: هذه بنتك وهذه أختك أو موليتك، وهي في ذمتك، وكونها عانس ليس من المصلحة، ونرغب، وهذا المتقدم لها فيه خير، وجاء أحضر من يعرفه ويشهد على صدقي وصلاحي وكذا وكذا. فإن استجاب فنحن نرحب بهذه الاستجابة ونقدره عليها ونثني عليه، وإن أبى قلنا إنه عاضل، وأبعدناه عن الولاية، وجعلنا أخوها الكبير، أو جعلنا أبوه اللي هو الجد، أو جعلنا أحد من الأقارب من يوثق به، وأبعدنا هذا الأب العاضل، لأنه ورد من قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار. فكونه يمنعها عن الزواج ويحرمها من الذرية ويحرمها من البيت الذي تستقر فيه، فيه ضرر عليها، وكونها تتولى هي فيه أيضا ضرر عليها. فنعين غيره ممن تتوفر فيه الشروط ليجري العقد. وأنا جربت ذلك مرارا، يعني يجلسون أمامي وأحاول أقنعه، فسرعان سبحان الله العظيم ما يستجيب، لأن الأب في شفقة، وقد يكون تأثر ببعض الكلام سابقا، لكن بالهدوء وبالرفق ينقاد. فخلال ساعة نص ساعة يخرجون ومعهم صك العقد، بينما كان هو عاضل، وتقول: تقدم لي عدد من الخطاب، وأنا الآن عمري 35 أو 37 وهكذا. لكن بإقناعه وبإحضار شهود يشهدون أن المتقدم أهل لذلك وكفء لها، يعني في تكافؤ، تنتهي الأمور بحمد الله على ما يرام. ونقرأ الآن ما وقفنا عليه
في هذه المسائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما من أبوين. استووا يعني عندها اثنين إخوان، نقول الإخوان ذولا أشقة ولا لا؟ إذا كان أخ من الأم، الأخ من الأم ما له علاقة ولا هو لي. عندنا الإخوان أيها الأحباب ثلاثة: أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. الأخ من الأم ليس له علاقة بالولاية، وكذلك الخال ليس له علاقة أيضا، وإنما الذي له علاقة أخ شقيق وأخ لأب. فإذا وجد عندنا أخ شقيق وأخ لأب قدمنا الأخ الشقيق، وبعده مبازرة الأخ لأب. وإذا كان الأخ لأب يعني متعلم ويريد الخير وعنده دراية ومعرفة وهو أقدر من ذاك يقدم، فحسب ما يراه القاضي. وقلنا بأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإذا استقر أو اطمأن القاضي إلى واحد منهما وعينه للولاية فإنه يكون هو الولي. نعم. وأحدهما من أبوين والآخر من أب كالأخوين. وش معنى يا بني أحدهما من أبوين؟ من أبوين يعني من الأم والأب، يعني شقيق، أمهم واحدة وأبوهم واحد، هذا نقول من أبوين. أما من الأب أبوهم واحد، لكن الأمهات هذا أم فاطمة وهذا أم ليلى، يختلف. نعم. والآخر من أب كالأخوين والعمين، ففيه روايتان: إحداهما يقدم ذو الأبوين. يقدم ذو الأبوين لأنه أقوى، أخ شقيق. حتى في الميراث الآن لو صار عندنا مثلا توفيت فاطمة يا أبا فهد، عندها إخوين، واحد من الأم والأب واحد من الأب، الميراث لمن؟ الميراث لمن؟ للشوي ذاك وش نعطيه؟ والثاني وش نعطيه؟ ما نعطي شيء، يسقط، لأنه محجوب، لأنه محجوب بالأخ من الأبوين. نعم. اختاره أبو بكر لأنه حق يستفاد بالتعصيب فأشبه الميراث بالولاء. والثانية رواية أخرى، وقلنا أيها الإخوة بأن الكتاب هنا قد يأتي بروايتين، لأن كتابنا هذا اللي نقرأ فيه الآن هو الكافي لابن قدامة، وقد ألف رحمه الله أربعة كتب، أولها العمدة للطلبة المبتدئين، والثاني المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، والثالث الكافي وهو هذا الذي بأيدينا لمن سار سيرا حميدا، والرابع المغني وهو من أكبر الكتب في الفقه الحنبلي. نعم. والثانية هما سواء، وهي رواية ثانية، لكن نقول الرواية الأولى مقدمة، لكن إذا رأى القاضي تقديم، إذا رأى القاضي لأمور مهمة تقديم الأخ من الأب على الأخ الشقيق فحكمه يقدم، وحكم القاضي عندنا قاعدة يرفع الخلاف. نعم. اختارها الخرقي لأن الولاية بقرابة الأب وهما سواء فيها، فإن كان ابني عم أحدهما أخ لأم فذكر القاضي أنهما كذلك، والصحيح أن الإخوة ابن عم وأخ من الأم، والثاني ابن عم فقط، فنقول كونه أخ من الأم ما له اعتبار. يعني كيف يصير ابن عم وأخ من الأم؟ نعم يا أبا فهد، كيف يصير ابن عم وأخ من الأم؟ يعني تكون المرأة مع واحد كذا وأنجبت له ولد ثم مات وتزوجت آخر وأنجبت بنت، تكون البنت هذه مع الولد هو ابن عم وفي نفس الوقت أخ من الأم. نعم. والصحيح أن الإخوة لا تؤثر في التقديم لاستواء الإخوة من الأم
لا تؤثر لأنهم ليسوا من العصبة، ليسوا من العصبة، والعصبة هم القرابة، والقرابة هم من يدلي إلى الميت ليس عن طريق أنثى وإنما عن طريق رجل، وسموا بذلك لأنهم يعصبون الميت كالعصابة التي تحيط بالرأس لأنهم يعني يتولونه، ولأنهم لو حصل منه مثلا لو حصل عليه دية، دية خطأ أو دية شبه عمد، من يدفعها يا شيخ صديق؟ دية خطأ العاقلة، وهم قرابته من جهة أبي، أما من جهة أم فلا. ومر بنا ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. العاقلة تتحمل لكن يقول لا تحمل عمدا، والعمد لا، العمد يستحق الجزاء وقد يطلبون القصاص. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون الثلث الدية. كذا شيخ أحمد؟ نعم. لاستوائهما في التعصيب والإرث به بخلاف التي قبلها من كل وجه، فإن استويا من كل وجه فالولاية ثابتة لكل واحد منهما. إذا استووا كلهم واحد ما في فرق بينهم، كلهم أشقاء وكلهم مثلا من الأشقاء وكلهم من في الديانة سواء وفي العقل سواء وفي الرجولة سواء، لا مزية لأحد منهم على الآخر، فمن ف يعني يحق لأي منهم أن يعقد. يقول بعض العلماء ننظر للأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر، ننظر للأكبر، وبعض العلماء يقول لا يعني الكبر لا أثر له. نعم. أيهما زوج صح تزويجه لأن السبب متحقق في كل واحد، لأنهم متساوين، لكن يستحب، لكن يستحب تقديم أسنهما. وشلون يا شيخ شيخ عثمان؟ لكن يستحب، اقر يا بني، لكن يستحب تقديم أسنهما، يعني الكبير واحد عمره 30 سنة وواحد عمره 35، إذا تساووا نقدم، بعدين إذا صار كبرهم واحد ما في فرق بينهم، ما العمل؟ نعمل لهم قرعة، لأن القرعة قد تكون حلا كما فعل سعد رضي الله عنه في القادسية حينما تشاحوا على الأذان أقرع بينهم. نعم. وأعلمهما وأتقاهما لأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ، فإن تساويا وتشاحا، تساووا وتشاح، كلهم مثلا نقول أبناء عم أشقاء، كلهم إخوان أشقاء، كلهم كذا أشقاء، أو نقول بعد في العمر سوا لأنهم توأم، لأنهم كلهم، ولا لو كان من أم هذا من أم وهذا من أم واحد ما يكون شقيق، لكن من أم نفس الأم أم البنت، يعني إخوة من للبنت من الأم والأب وأسنانهم واحدة. نعم. أقرع بينهما لأنهما تساويا في الحق وتعذر الجمع فيقرع. تعذر الجمع يعني ما يمكن نقول تعالوا كلكم، ما يمكن. نعم. فيقرع بينهما كالمرأتين في السفر، فإن قرع أحدهما فزوج الآخر صح، لأن القرعة لم تبطل ولايته. وقرع بينهما وزوج الآخر. نعم. فلم لأن الشروط مكتملة والقرعة ليست يعني سببا قويا لتبعد أحقيته. نعم. فلم يبطل نكاحه. وذكر أبو الخطاب فيه وجها آخر أنه لا يصح، أنه لا يصح، بل يكون من أصابته القرعة والأولى، والقاضي إذا مرت به هذه القضية يرجح بينها ويعمل بما به براءة الذمة. نعم.
فصل. فإن زوجها الوليان. وليان. كيف زوجها وليان؟ شلون يا شيخ؟ يعني في عندنا ناس نقول مثلا في بلد كذا، نقول في مكة، والأب سافر سفر خارج مكة، والأسفار في ذلك الوقت يجلس الواحد سنتين ثلاث أربع، ولا في بريد ولا مراسلات ولا تليفون، واحد فيه. فهذا ولي وهذا ولي. اللي في مكة زوج أخته، واللي برا على أساس أنه هو الكبير زوج، ملع زوجها اثنان. ما العمل؟ ننظر الأول. الأول من كلهم زواجهم صحيح، كل الاثنين زواجهم صحيح، لكن الأول أسبق. وأما الثاني فهو زوج امرأة ذات زوج، كذا زوج امرأة ذات زوج، فنقدم الأول منهما إذا عرفناه. نعم. فإن زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة فهما تأكدنا إنهم كلهم بعد صلاة العصر الساعة 5 من يوم كذا بتاريخ كذا عقد، والثاني اللي هناك قال إني بعد صلاة العصر الساعة 5 عقد، معناه إنه كلهم في وقت واحد. نقول كل هذا غير صحيح، لكن لو قال واحد الصباح وواحد المساء، فالذي صحيح هو الذي زوج في الصباح لا الذي زوج في المساء. نعم. لأن الجمع يتعذر فبطل كالعقد على أختين. كالعقد على أختين، وش معناه يا بني؟ شفاه الله شفاه الله. نعم يا بني، يعني زواج، يعني خطب واحدة فوافقوا، وخطب أختها وهي في بلد أخرى ووافقوا، ووكل من يعقد نيابة عنه للتي بعيدة وعقد على القريبة، وعلمنا أنهم كلهم في وقت واحد، فهذا عقد باطل، لأنه عقد على اثنتين في وقت واحد، فلا يجوز، لأنه من أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، وهذا فيه مانع. نعم. ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما، وإن سبق أحدهما فالصحيح السابق. وإن سبق أحدهما، وش معنى يا بني؟ وإن سبق أحدهما، وإن سبق أحدهما فالصحيح السابق، يعني عقد على فاطمة الضحى، وعقد على ليلى العصر، أو الولي فلان عقد له في الصباح، والولي فلان عقد له في المساء، فالسابق هو المعتد به، والأخير لا يعتد به، ويعتبر باطلا لا يعني لا يتم. نعم أحسن. لما روى سمرة وعقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. هي للأول منهما، أما الثاني فلا، لأنه زوج امرأة ذات زوج. نعم. رواه أبو داود. ولأن الأول خلى عن مبطل، والثاني تزوج زوجة غيره فكان باطلا كما لو علم، فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج. الثاني دخل وهو لا يعلم، نفرق بينهم ونقول اعتدي عن وطء الثاني، ثم بعد ذلك بعد انتهاء العدة ترجع للأول وبدون عقد، لأنه هو زوجها الصحيح. نعم. فعليه مهرها لأنه وطء بشبهة، وترد إلى الأول لأنها زوجته، ولا يحل له وطئها حتى تقضي عدتها من وطء الثاني. نعم. فإن جهل الأول منها، فإن جهل الأول منهما ففيه روايتان إحداهما يفسخ النكاحان، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون هو الصحيح، يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح، ولا سبيل إلى الجمع، ولا كلهم
ثم بعد ذلك نقول أحدهم هو الذي يتقدم ويعقد له. ولا إلى معرفة الزوج فيفسخ لإزالة الزوجية، ثم لها أن تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما. والثانية يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق، ثم يجدد القارع نكاحه، فإن كانت زوجته لم يضره ذلك، وإن لم تكن صارت زوجته بالتجديد، وكلا الطريقين لا بأس به. وسواء علم السابق ثم نسي أو جهل الحال، لأن المعنى في الجميع واحد. وإن أقرت المرأة لأحدهما بالسبق، إذا أقرت لا يقبل بإقرارها، لأن قد تختار واحد يناسب له، تقول هذا هو التالي، ما دام تعرف أن هذا زوج وهذا زوج، وهي لا يخلو أن تكون لأحدهم، قد تفضل أحدهم وليس، لكن لا يقبل إقرارها ولا ندخلها في العملية. لم يقبل إقرارها لأن الخصم غيرها، فلم يقبل قولها عليه، كما لو أقرت ذات زوج لآخر أنه زوجها، وإن ادعى عليها العلم بالسابق لم يلزمها يمين، لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف على إنكاره، لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره. فصل. ويشترط للولي 8 شروط. أحدها العقل، إذا كان مجنون فالمجنون مرفوع عنه القلم، لابد أن يكون الولي عاقلا. نعم. أحدها العقل، فلا يصح تزويج طفل ولا مجنون. والطفل رفع القلم عن 3، والصغير حتى يكبر. نعم. والثاني الحرية، لأن العبد مشغول بأوامر سيده، وعندنا الحمد لله الآن ما عندنا أرقة، ما عندنا من يكون له هذا الحكم، لأن الرق لما مثلناه قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء، من يدعى عليه الرق يثبت المدعي ويأخذ الثمن، وإلا فإن هذا الرقيق صار حرا. نعم. فلا ولاية لعبد. الثالث الذكورية، فلا ولاية لامرأة، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم. لابد ذكر، إذا كان المرأة لا تكون ولية على نفسها ولا على غيرها في النكاح، يعني يمكن نقول المرأة لها كل الصلاحيات التي للرجل إلا عقد النكاح، فلا تجريه على نفسها ولا على غيرها. نعم. فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى. الرابع البلوغ، لأن غير البالغ يعتبر طفلا. نعم. فلا يلي الصبي بحال. والبلوغ معروف، إما ببلوغ 15 سنة، وإما إذا نبتت اللحية، وإما بالإنبات، إنبات العانة نعرف. والبلوغ بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل، يعني إذا كانت يعني تحيض، معناه أنها أصبحت امرأة أو تجاوزت 9 سنين، لأنها قد تبلغ في هذه السن. نعم. وعن أن الصبي المميز إذا بلغ 10 صح تزويجه. نعم. لأنه يصح بيعه، والأول أولى لأنه مولى عليه، فلا يلي كالمرأة. الخامس اتفاق الدين، لازم أن يكون العاقد الولي يكون مسلما، وتلك يعني المعقود عليها مسلمة، لابد من اتفاق الدين، لكن إذا كان ولي غير مسلم فالحاكم ينوب منابه. وكنت في يعني في عمل في القضاء في خارج المملكة، وفيها يعني غير المسلمين يأتون للعقد، والفتاة يعني أسلمت والمتقدم لها مسلم، ونحضر أباها ويجلس من ضمن الحاضرين لأجل عدم يعني إثارة شقاق أو نزاع أو كذا، فيحضر وحضوره بموافقة،
وحضوره على الموافقة، وليست شرطا في ذلك، لكن حضوره موافقة، لكن ليس له ولاية، وإنما الولاية تكون للحاكم الشرعي. نعم. فلا يلي كافر مسلمة بحال، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا أم ولد. أم الولد للذمي، يعني أم الولد هي المرأة التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، وهذا الآن غير موجود، لكن لو أن سيدها كان ذمي وهي أسلمت لا تقر ببقائها لديه أو بجماعها بالنسبة له، فإذا تزوجها مسلم فيجوز لسيدها الذي كانت عنده أم ولد أن يعقد لها، لأنه يتولى نكاحها. نعم. إلا أم ولد الذمي المسلمة، ففيها وجهان: أحدهما يملك تزويجها لأنه يملكها، لأنه يملكها قبل، ولا ما دام جابت ولد فهي تعتق بمجرد موته من كل ماله، من كل ماله. نعم. فأشبه المسلم إذا كان سيد كافرة، والثاني لا يليه للآية، ويليه الحاكم، يليه الحاكم الشرعي. ولا يلي مسلم كافرة، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا السلطان، فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، ولأن ولايته عامة عليهم، وسيد الأمة الكافرة يزوجها وإن كان مسلما لأنه عقد عليها فوليه كبيعها، وولي سيد الكافر فوليه كبيعها وولي سيد الكافرة أو سيدتها يزوجها لأنه يقوم مقامهما، ويلي الكافر أهل دينهم للآية التي تلوناها: وهل تعتبر عدالتهم في دينهم، على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين. السادس: العدالة، يكون عدلا، لا يكون يعني إذا كان فاسقا فلا يكون وليا على مسلمة. نعم. فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أبا في إحدى الروايتين، لأنها ولاية نظرية فنافاها الفسق كولاية المال. والثانية: يلي لأنه قريب ناظر فكان وليا كالعدل، ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر، بل يكفي كونه مستور الحال، بل يكفي كونه مستور الحال. نعم. ولو اشترطت العدالة اعتبرت حقيقتها كما في الشهادة. السابع: التعصيب، من أهل التعصيب، ما كل زوج أخ من الأم أو يكون جد، يعني جد من قبل أمها فلا يكون، وإنما يكون من أهل التعصيب، أخ شقيق، أخ من الأب، ابن عم، ابن 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 عم، أما كان أخ من الأم أو جد من قبل الأم فلا. نعم. أو ما يقوم مقامه، فلا تثبت الولاية لغيرهم كالأخ من الأم، ولا الخال اللي هو أخو الأم، والخال وسائر من عدا العصبات، وسائر من عدا العصبات، لأن الولاية تثبت لحفظ النسب فيعتبر فيها المناسب، ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه، وعن أنها تثبت. ووجه الروايتين ما ذكرناه في كتاب الولاء. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم غد وهو يوم الأربعاء، نكمل هذه المسائل، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ونتناقش الآن فيما لدينا من أسئلة. هذه أيها الأحباب نماذج الأسئلة. يقول أخ فاضل: في حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نقول نص الحديث طاف يعني والصلاة بعد الطواف، وأما صلاة فقط فعندنا حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، وهي عامة في جميع المساجد والأمكنة. وأما هنا لا تمنعوا أحدا طاف وصلى يعني بعد الطواف صلى ركعتين، نقول ولو كان هناك وقت نهي فإنها تعتبر من ذوات الأسباب. يقول هنا في حديث أبي حنيفة رحمه الله أبو حنيفة أنه لا يشترط الولي، وهناك بعض البلاد تزوج المرأة نفسها، نقول وإذا حصل ذلك فنقوم بتصحيحه، يعني ما نجري عليهم الحد، ما نجري عليهم الحد، وإنما نصححه بوجود الولي ليحصل الانضباط الكامل. يقول الأخ الكريم: النكاح الفاسد لو حصل فيه ذرية، نقول الذرية شرعيون وينسبون إلى أبيهم، وإنما نعمل التصحيح، لا بد من حين ما نعرف أنه نكاح فاسد نعمل على تصحيحه ليكون ملتزما أو متوفرة فيه الشروط والواجبات. وأما الأولاد فهم أولاد شرعيون ولا غبار عليهم. يقول أحد الإخوة الأكارم: لو مس الإنسان الإلية هل ينتقض الوضوء؟ نقول لا، بدون حائل، الإلية إليته، ولو مس ذكره أو أنثييه فإن الأنثيين تابعة للذكر ينتقض بذلك الوضوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.